أصدقاء الإعلاميين داخلين في خناقة عشان الأهلي ياخد نص ساعة الاستاد. ما احنا دي مباراة نهائية، ماليش دعوة بقى بتتلعب في المغرب بتتلعب فين، لكن ده مباراة نهائية، مباراة واحدة. فأنا كنادي أهلي، مش ككريم يعني، احنا كلنا مصريين وعايزين يعني النادي الأهلي إن شاء الله ربنا يكرمه، لكن بقالنا فترة عمالين نجيب المسؤولين في الاتحاد الأفريقي ونضغط ولازم الأهلي ياخد حقه، طب لازم نجيب طاقم تحكيم كويس، وفعلا جابوا فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي ودي حاجه كويسه جدا. طب الحاجه الثانيه لازم النادي الاهلي يبقى عنده مؤازره قويه في المغرب، فالاهلي بعت للاتحاد الافريقي انا عايز نص ساعه الاستاد وده حقي وده طلب مشروع. طب احنا بقى فين الجماهير المصريه بقى، جماهير الاهلي؟ مفيش. خدوا بقى المفاجاه، مفيش لغايه دلوقتي 500 مشجع يروح يشجع الاهلي من خلال الابلكيشنز اللي بتتعمل او الاستمارات اللي بتتعمل للناس اللي بتتقدم عشان تسافر تاخد التاشيره، ما كملوش 500 550 مشجع. يعني حتى بيقولوا لي هو العدد 366 مشجع حتى الان اللي طلبوا ياخدوا التاشيره. في حاجه حصلت واتلغت مش عارف ليه، يعني انا يعني مش عارف هتكلم فيها بس انا مش عارف ايه اللي حصل. محمد الجرحي عضو مجلس اداره الاهلي قال ان هو هيعمل طيارتين على نفقته الخاصه. خلي بالكم القصه دي ناس بتتكلم عليها اللي هي بيعمل شو، لا انا شايفها مش شو، بالعكس دي حاجه كويسه جدا. ده انا عايز زي محمد الجرحي كده 10 رجال اعمال، 10 رجال اعمال يتحملوا نفقات طيارات ويتحملوا نفقات سفر مشجعين. النادي الاهلي نفسه قال ان هو هيدعم كل مشجع ب 3000 جنيه تكاليف الرحله، 15000 هو هياخد، الاهلي هيدفع 3000 جنيه من يعني الرحله هتقف على المشجع ب 12000. طبعا في ناس ما تقدرش تدفع طبعا، وفي ناس تقدر، يعني خلينا برضو نكون منطقيين، في ناس تقدر تدفع وفي ناس ما تقدرش تدفع 12000، برضو رقم مش في المتناول بالنسبه لناس كتير يعني او جماهير كتير. لكن انا عايز الجماهير القادره اللي هي تسافر او رجال الاعمال، رجال الاعمال الاهلاويه او المصريين اللي يحبوا ان النادي الاهلي ياخد البطوله وان يكون عندنا تواجد جماهيري في ملعب محمد، مركب محمد الخامس، الملعب المباراه، لازم نشوف الكلام ده. ومش عارف ايه اللي حصل ان بعد ما محمد الجرحي عمل طيارتين وقال انا متحمل طيارتين وكل تكاليفه اتلغت القصه، مش عارف ايه اللي حصل يعني، او في تفاصيل ممكن ما اعرفش اقولها على الهوا. لكن انا شايف ان دي حاجه كويسه على فكره، يعني حاجه كويسه ان واحد بعيدا بقى محمد الجرحي او اي حد ان هو يطلع ويقول انا هتحمل كذا واجيب كذا وطيارات. خلي بالكو دي بتبقى، نسيبكوا بقى من قصه ان هو محمد الجرحي بيعمل شو او ما بيعملش شو، دي مش قصتنا، لكن هي مفيده للاهلي. بالعكس ده انا عايز بقول لكم 5 6 10 رجال اعمال يدعموا السفريه دي للمشجعين ويبقى لنا تواجد جوه الملعب. يعني جمهور الاهلي دايما بيسافر، انا بشوفه لما بيروح يلاعب الترجي بيلاعب، بس بيبقى العدد قليل، ده مباراه نهائيه ومباراه بجمهور. يعني السنه اللي فاتت كانت مباراه الاهلي وكايزر تشيفز عشان الكورونا ومش عارف ايه ما كانش فيه جماهير، كان كل فريق 50 فرد ومش عارف، لكن المره دي فيه جماهير. وطبعا نادي الوداد او جماهير الوداد هتقفل نص الملعب بتاعهم، ده يعني ممكن ما يكفهمش كمان ان هو البطوله في او النهائي في المغرب وعلى ارضهم، فهيبقى اقبال كبير جدا، فالسعه بتاعه المخصصه لنادي الوداد طبعا هتبقى كومبليت. فاحنا عايزين كمان يبقى لينا تواجد على الاقل 10000 مشجع مصري. في طبعا مصريين عايشين في المغرب هيروحوا يشجعوا الاهلي، في مصريين عايشين في تونس والجزائر هيروحوا يشجعوا الاهلي، المغرب قريبه، لكن عايز المصريين او الاهلاويه اللي عايزين يطلعوا يشجعوا النادي الاهلي بمصر لازم يبقى في اقبال اكتر من كده، خصوصا وانا بقول لكم يعني احنا عاملين خناقه مع الاتحاد الافريقي والاهلي عامل خناقه مع الاتحاد الافريقي عشان ياخد يعني الساعة المخصصة أو نص الاستاد بالنسبة للنادي الأهلي. فأنا عايز الناس، وإحنا خلاص النهاردة خلي بالكم كام، النهاردة 24 وداخلين أهو بكرة الصبح أو بعد شوية من دلوقتي هيبقى يوم 25، هيبقى ناقصنا 5 أيام على المباراة، المباراة يوم الاثنين اللي جاي، إحنا النهاردة أهو الثلاث وداخلين على يوم الأربع، فما فيش وقت. اللي عايز يعمل حاجة دلوقتي أو اللي عايز ينظم رحلة أو اللي عايز يساعد أو يدعم الجماهير اللي هتسافر لازم من دلوقتي بسرعه، عشان هناك ما نجيش نعيط بقى يوم الماتش لما نلاقي المدرجات، طبعا جماهير الوداد ماليه المدرجات وجماهير الاهلي قليله جدا او مش عامله تاثير.
عايزين يبقى ان شاء الله في جماهير كتير طالعه، ان لسه في تاشيرات وفي سفر وفي حجز تذاكر وفي طيارات حد مش عارف ايه. ف يعني ان شاء الله يعني كلامي ده ان في ناس تستجيب ونشوف موضوع محمد الجرح اتلغى ليه، يتعمل تاني. ايه المشكله لما يبقى في طيارات طالعه وناس بتعمل طيارات وبتدعم بالظبط. يعني عندي في النادي الاهلي مثلا غير محمد الجرح فيه محمد ضماطي عضو مجلس اداره وما شاء الله رجل اعمال، واستاذ ياسين منصور. يعني انا مش بقول اسماء، لكن انا بدي امثله، الناس كلها تساعد وتساهم، وان شاء الله نشوف جماهير. بس عايزين الناس تشتغل بسرعه عشان الوقت، مفيش وقت النهارده، خلاص احنا دخلنا في يوم الاربع اهو، عايزين الناس تشتغل بسرعه عشان الوقت قليل جدا. طيب ده بالنسبه لموضوع الجماهير، والموضوع ده لغايه دلوقتي مش عاجبني ان هو ما يبقاش غير فيه لغايه دلوقتي الاستمارات او التاشيرات اللي بتطلع من السفاره المغربيه، ان احنا 355 واحد بس لغايه ولا بكلم، او 366 لغايه ولا بكلمكم دلوقتي هم اللي مقدمين عشان يسافروا.